ومشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، مع هذا التصعيد وقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة مع استمرار القصف برا وبحرا وجوا، بكل تأكيد ينذر باستمرار إسرائيل في ارتكاب الكثير والمزيد من الجرائم الإنسانية تجاه سكان قطاع غزة. في رأيك، هل يقف المجتمع الدولي بنفس الصمت والعجز أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ المجتمع الدولي يتعلم يعني أدرك خلال منذ اندلاع الهجمات الإسرائيلية أو الحرب الإسرائيلية الخامسة على قطاع غزة اعتبارا من 7 أكتوبر الجاري، المجتمع الدولي أثبت عجزه، وأثبت عجزه على مستويين. المستوى الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي حتى هذه اللحظة لم يستخدم كلمة وقف إطلاق النار. نعم. ثم على مستوى الأمم المتحدة، وتابعنا خلال الأربع أيام الماضية جلسات لمجلس الأمن وجلستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. في مجلس الأمن حضرتك 3 مشاريع قرارات قدمت للمجلس وكلها لم يتم تبنيها. لم يتم تبني مشروع قرار روسي ومشروع قرار إماراتي برازيلي يدعونا إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث ان الولايات المتحده الامريكيه استخدمت حق النقد الفيتو ضدهم بحجه ان القرار ان مشروع القرار او المشروعين لم ياتي فيهم ذكر حق اسرائيل في الدفاع عن نفسه. من ناحيه اخرى، الولايات المتحده الامريكيه تقدمت بمشروع قرار، المندوب الدائم الصيني قال إن هذا المشروع إذا كان تم إجازته وتبنيه كان هيقوم بشرعنة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فمجلس الأمن والأمم المتحدة عاجزة. الآن حضرتك، وبعد أن بدأت إسرائيل في هجومها البري وقطعها للاتصالات، كافة الاتصالات، أعتقد إن احنا أمام مرحلة جديدة حضرتك في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفي الصراع العربي الإسرائيلي. إن هذا الهجوم أو هذه الحرب، وإن كانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والغرب يقولون إنها تأتي ردا على هجمات حماس يوم 7 أكتوبر، وإنما في تقدير المتواضع إن هي أبعد من ذلك بكثير وأخطر من ذلك بكثير. نعم. نحن أمام محاولة إسرائيلية صريحة وبتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. هذا الأمر الذي يعني رفضته مصر والأردن، وكان واضح في بيان مصر أيضا اليوم أمام الأمم المتحدة. سيادة السفير، ألم يحن الوقت لأن نرى لاعبين دوليين يمكن أن يغيروا في شكل التصويت في مجلس الأمن، خاصة مع الدعم المطلق للولايات المتحدة لإسرائيل مثل الصين على سبيل المثال؟ لا يا فندم، كنت أحب أقول لحضرتك النهاردة الرهان الفلسطيني والرهان العربي والرهان الإسلامي، التضامن العربي والتضامن الإسلامي مع الشعب الفلسطيني هو المطلوب الآن. أما الحديث عن السلام وعن خطة السلام ومؤتمر دولي للسلام وعن لجوء للأمم المتحدة اليوم، أنا أعتقد ده كلام يعني الأحداث الحالية والعدوان الإسرائيلي الحالي لا يعني من الناحية الواقعية ده أحاديث مؤجلة. لكن يجب أن نتكاتف جميعا كعرب وكمسلمين وراء حق الفلسطينيين وراء حق الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال. اللي هيعمل العنصر الأساسي في تغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية أساسا هو مدى قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود أمام الهجوم الإسرائيلي. هذا في المرحلة الحالية في تقديري، هذا هو العنصر الأساسي في المعركة. أما توجيه نداءات للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، الأمم المتحدة منذ لحظات حضرتك أصدرت تحذير
للعالم بتطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وينقذ بين مزدوجتين الشعب الفلسطيني في غزة من كارثة إنسانية. ده الأمم المتحدة نفسها بتطالب المجتمع الدولي، بتناشد المجتمع الدولي. والمجتمع الدولي حضرتك ما يدور الآن في غزة يتم بضوء أخطر من الإدارة الأمريكية الحالية. طيب أمام هذا التصعيد يا فندم سيادة السفير، هل ترى أن تصعيد إسرائيل اليوم بإحكام الحصار على القطاع وقطع الاتصالات، هل في رأيك هو مزيد من الضغط للإفراج عن الرهائن والمحتجزين؟ حضرتك يعني النهاردة قبل الإعلان عن بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الهجوم البري على قطاع غزة، كان في تصريحات ان اسرائيل على استعداد لقبول وقف اطلاق نار مؤقت او هدنه لمده يوم. صحيح. لانه في حضرتك اتصالات للافراج عن الرهائن المدنيين لدى حماس. لكن طبعا هذا الهجوم اعتقد ان هو بيلغي كل هذا. طبعا نحن نتمنى أن تكون هناك هدنة إنسانية على الأقل لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة يلتقط فيها كافة الأطراف الأنفاس بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية، ويتخذون خطوة للوراء للتفكير في عواقب الاستمرار في هذا النهج وفي هذه الحرب غير المسبوقة على شعب أعزل من السلاح. لكن هل هناك مجال لرئيس وزراء مثل بنيامين نتنياهو يواجه أزمات على الصعيد الداخلي وفقد الكثير من شعبيته وتلقى صفعة في تاريخ 7 أكتوبر ويتصرف بهذا الشكل البعيد كل البعد عن مقررات الشرعية الدولية والقانون الإنساني، يمكن أن يفكر في مثل هذا الأمر؟ حضرتك يعني هو في ضغوط داخلية عليه من عائلات المختطفين أو عائلات الرهائن لدى حماس. وحماس كما تعلمين حضرتك أعلنت أمس أن القصف الإسرائيلي أدى إلى قتل 50 من المحتجزين لديها ولم تعلن عن جنسياتهم. عموما حضرتك خلال 48 ساعة القادمة الأمور هتتضح وسنرى إلى أي مدى ستواصل إسرائيل عمليتها، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية ضالعة تماما في هذه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وفي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وهي الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الدولية الوحيدة القادرة على وقف هذه الحرب وعلى وقف هذا العدوان. إذا سيادة السفير نحن واقعيا على أرض المعركة ونتائجها هي التي تشكل المسارات القادمة للتعامل مع الأزمة. فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، هل تستطيع أن تقلب المعادلة في صالحها في رأيك؟ يعني حضرتك من حركة المقاومة اللي استطاعت أن تخطط وأن تنفذ هجوم 7 أكتوبر داخل إسرائيل، لا أستبعد قدرتها على مقاومة القوات الإسرائيلية. في تقديري أن خبرة المقاومة الإسلامية، حركة المقاومة الفلسطينية، خبرتها في التعامل مع الجيش الإسرائيلي على مدى 4 حروب سابقة، أعتقد حضرتك يعني يدفعنا للاعتقاد إن هي خططت وهي تعلم تماما ماذا سوف تكون عليه ردود الأفعال الإسرائيلية على المستوى العسكري والأمني. وأتصور إن في هذا الإطار هي تكون أخذت احتياطياتها. طبعا الجيش الإسرائيلي جيش يعتبر من أقوى الجيوش في العالم. وأمس بعض الصحافة، صحيفة أمريكية وصحيفة إنجليزية، صحيفة بريطانية، قالت إن إسرائيل لديها الآن أجهزة متقدمة من ناحية تكنولوجية تساعدها في التعامل مع الأنفاق. ف
المعارك التي تدور اليوم، المعارك التي تدور اليوم والتي ستدور خلال الأيام القليلة القادمة ستثبت مدى صحة ذلك. لكن زي أنا أتفق مع حضرتك تماما وأميل للاعتقاد أن اللي هيحسم الموقف على الأرض هو مدى قدرة حركة المقاومة الفلسطينية على أولا على الصمود أمام الهجوم الإسرائيلي، ثانيا قدرتها على إنزال أكبر خسائر بشرية ممكنة على القوات الإسرائيلية، وكذلك قدرتها على وقف تقدم القوات الإسرائيلية في عدة محاور. ربما لن تستطيع أن توقف التقدم على كافة المحاور، لكن إذا استطاعت أن تعرقل الهجوم الإسرائيلي في محاور محددة فده يعتبر نصر له. هنا في سؤال بيطرح نفسه، ما هو النصر لإسرائيل؟ ما هو تعريف النصر لإسرائيل؟ وما هو تعريف النصر للمقاومة؟ تعريف النصر لإسرائيل إذا اعتمدنا على تصريحاتهم، هم يقولون إنهم يريدون وسينجحون في بين مزدوجتين في تحطيم حماس. بالنسبة للمقاومة ده يعتبروه الانتصار، وبعد ذلك سيتركوا قطاع غزة ويفكروا من سيقوم بإدارة قطاع غزة. طبعا دي حضرتك انا لا، لكن سيادة السفير هناك ضحايا لهذا الامر. نعم. يعني الشعب نعم. الفلسطيني، سكان قطاع غزه، النساء والاطفال الذين يعني يكونون ضحايا لهذه الحرب، الا ينظر في الاعتبار ان هذا الامر لا يقضي على حماس وانما يقضي على سكان قطاع غزه الذين يتعرضون يوميا لمجازر انسانيه بكل المقاييس؟ تمام يا فندم. يعني طبعا على حسب الإحصائيات حتى الآن أكثر من 7000 شهيد فلسطيني، تقريبا ربعهم من الأطفال والسيدات، تقريبا 30% حضرتك من البنايات في غزة تم تدميره. لكن حضرتك يعني كل أملنا أن المقاومة الفلسطينية تستطيع حضرتك أن تكسر شوكة العملية البرية الإسرائيلية، وهو أنا في تقديري ده حضرتك اللي هيحسم الأمور. نعم. بتناول الإعلام الغربي للأزمة الأخيرة فضح الكثير من المنابر التي كانت تدعي الحيادية. بالتأكيد يجب تغيير أساليب التعامل مع كل الملفات، وهذا الأمر يعني حاولت منابر إعلامية مصرية وبعض المنابر العربية تغييره. إلى أي مدى في رأيك هذا الأمر يمكن أن يغير الرأي العام العالمي في النظر إلى القضية الفلسطينية مع استمرار الانتهاكات الإنسانية في قطاع غزة؟ يعني حضرتك الحديث عن القدرة على تغيير الانحياز الغربي لإسرائيل في المرحلة الحالية، أعتقد يعني طبعا كلنا نتمنى أن احنا نستطيع أن نتغلب ونستطيع أن نغير الأمور، لكن أنا أشك كثيرا يا فندم شخصيا أن هنقدر نغير المعادلة الإعلامية، وبالتالي اعتمادنا كله على وسائل التواصل الاجتماعي. بالرغم انه القائمين على المنصات التواصل الاجتماعي يحاولون ان هم حضرتك يعني يلغوا او يحذفوا كل ما هو يؤيد الحق الفلسطيني، وكل ما يظهر الفظائع الفلسطينيه، وكل ما يظهر الجرائم التي ترتكبها القوات الاسرائيليه، وتعتبر جرائم حرب، وتعتبر إبادة جماعية، وتعتبر عقاب جماعي للشعب الفلسطيني. لكن حضرتك احنا المهم الآن أنا بتقديري في ظل الظروف الراهنة وفي ظل الانحياز المطلق لإدارة الرئيس بايدن لإسرائيل والانحياز الإعلام الغربي، المطلوب مننا هو التركيز يجب علينا احنا هنا العالم العربي والعالم الإسلامي إن احنا نقف وراء الشعب الفلسطيني ونقف وراء المقاومة الفلسطينية. ليس اليوم هو وقت إن البعض منا يقول إن حركات المقاومة الفلسطينية يعني أخطأت. ليس هذا وقت هذا الكلام. عندما تنتهي هذا الحرب
وعندما يتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل سواء في الضفة أو في قطاع غزة، ممكن جدا بعد كده إذا كان البعض يرى أنه من مصلحتنا نحن نتحدث عن مثل الزوم فليتحدث. لكن الآن يعني اسمحي لي أن أنا أقتبس من صمودنا بعد عدوان 67، لا يعلو صوت فوق صوت المقاومة الفلسطينية، ولا يعلو صوت فوق صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. يجب أن نتكاتف جميعا، ويجب أن نتضامن جميعا، ويجب أن نقف جميعا وراء كفاح الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه اللي هي الميثاق الأمم المتحدة يضمنها له، وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرتها له. هذه هي المعركة الحقيقية الآن. نعم سيادة السفير، لكن نحن أيضا نرى تعاطفا إنسانيا من العديد من شعوب العالم بعيدا عن حكومتها، يعني هناك تفاوت ما بين رأي الشارع وما بين رأي القادة، فوجدنا تظاهرات في العديد من دول العالم مثل فرنسا، نيويورك وغيرها. كيف يمكن التعويل على الشعوب الغربية للضغط ربما على حكومتها، ربما توصيل الصورة بشكل آخر لنصل حتى لفكرة وقف إطلاق النار أو وجود هدنة إنسانية في محاولة لتحسين الأوضاع داخل قطاع غزة؟ بالنسبة للهدنة الإنسانية، كما تعلمين حضرتك أن كان في قمة أوروبية أمس في بروكسل، وهذه القمة الأوروبية دعت إلى هدنة إنسانية بداية. ثانيا، اليوم في مدينة فرنسية باريس منعت مظاهرة تأييد للشعب الفلسطيني، والرئيس الفرنسي دافع عن هذا المنع وقال انني اتفق مع القرار الذي اتخذه، اذا كان ممكن نسميه هو بالفرنساوي اسمه بريفي، يعني محافظ، يعني هستخدم هذا التعبير تجاوزا، محافظ مدينه باريس، بس هو طبعا مش المحافظ زي المحافظين عندنا، لكن عموما الرئيس الفرنسي قال انه هو مع هذا القرار، هو مع هذا القرار، لان وكان تبريره يا فندم ان المنظمين لهذه المظاهره ما حددوش الهدف الحقيقي من ورائها، وفي اشتباه او في شك ان هذه المظاهره تبقى فيها معاداه للسلميه. دي فرنسا، يعني رئيس فرنسا اللي كان بيزور المنطقه وكان في القاهره وتكلم عن حق الفلسطينيين وتكلم عن حل الدولتين، رئيس فرنسا النهارده بيؤيد منع مظاهرة. كذلك في مدينة أخرى حضرتك في جنوب فرنسا، برضو المسؤول حضرتك الأول عن المحافظة الفرنسية المعنية منع مظاهرة تأييدا للشعب الفلسطيني وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين. كما قلت لحضرتك يا فندم، اليوم في العالم العربي وفي كافة العواصم العربية وعلى امتداد العالم الإسلامي لا صوت يعلو على صوت المعركة. أشكرك شكرا جزيلا السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.